بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائداً لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، وقوفنا مع القرآن العظيم وقراءة آياته وكلام أهل العلم عن مراد الله سبحانه وتعالى من تلك الآيات والكلمات، كل ذلك رغبة في أن ننال الهدى الذي جعله الله عز وجل في هذا الكتاب، وأن نحقق مقتضى الأمر الذي لأجله أنزل هذا القرآن، وهو تلاوته وتدبر آياته والعمل بما جاء فيه والإيمان بحقائقه. والطريق إلى ذلك كله إنما هو بمدارسة هذا الكتاب العظيم، وأيضاً فراراً من ذلك الأمر الذي جاء التحذير منه في كتاب ربنا جل جلاله، وهو هجر القرآن. فوجدنا في كتاب الله قول الله عز وجل حاكياً عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجوراً. فكما أن التلاوة والقراءة كلمة قرآنية ومفهوم قرآني يلزم منه أن يباشر المؤمن والمسلم تلاوة هذا القرآن وقراءة آياته، لأننا وجدنا في كتاب ربنا جل جلاله هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته. وأيضاً وجدنا في القرآن: فاقرأوا ما تيسر منه. والتدبر كذلك، وجدنا الأمر والتوجيه نحو هذا الفعل في قول ربنا عز وجل:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكذلك ما يتعلق بالعمل والإيمان، كل ذلك في كتاب الله. وكذلك الهجر، فهو من الكلمات القرآنية ومن المفاهيم التي جاء بها هذا القرآن العظيم، ولا بد من الوقوف معها وتدبرها. وقد يقول القائل: هل من يقرأ القرآن يكون هاجرا؟ وهل من يتدارس معاني القرآن هل يكون هاجرا؟ لا بد من الوعي والفهم الصحيح لهذه الكلمة، لأن الآية التي وردت فيها ومتعلقة بالقرآن تدل على أن هناك شكوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه عن موقف فئة من أمته نحو هذا الكتاب، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهل هجر القرآن نوع واحد وصورة واحدة، أو لهجر القرآن أنواع؟ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يذكر هذه المسألة ويقول: هجر القرآن أنواع، ويذكر خمسة أنواع، ويذكر خمسة أنواع لهجر القرآن. فما هي هذه الأنواع الخمسة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله؟ لأن من الأهمية بمكان أن تكون خارجاً عن هذه الأنواع الخمس وفارقاً لها، بعيداً أن تكون من أهلها. فقال: أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. والثاني قال: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. إذن هذا نوع من الهجر، قارئ للقرآن ويؤمن بأنه حق ولكنه لا يعمل به ويخالف ما جاء فيه، لا يقف عند حلاله ولا عند حرامه، وهو يمسك المصحف ويقرأ، وإن سألته قال: هذا كلام الله. فإذن هذا نوع من الهجر. قال الثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين، وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. فالثالث هو هذا الإنسان الذي يقرأ ولكنه لا يحكمه ولا يتحاكم إليه في أصول دينه وفي فروعه
وأيضاً إذا كان يعتقد أن ما في القرآن لا يفيد اليقين، فمن يرى أن ما ذكره الله في كتابه لا يمثل يقينا عنده حتى تأتي الاكتشافات العلمية كما يقال، إذن هذا هاجر للقرآن وفي صدره حرج من القرآن، والله عز وجل قال: فلا يكن في صدرك حرج منه. فابن القيم رحمه الله يرى أن من يتعامل مع القرآن على أنه لا يفيد اليقين وأن ما فيه إنما هو أدلة لفظية لا تحصل العلم، وإنما يحصل العلم بالبحث والاكتشافات أو غيرها، وأما ما ذكره الله فلا يتحقق ذلك منه، فهذا نوع من الهاجرين للقرآن. قال الرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، الذي يقرأ ولا يجتهد في أن يفهم ماذا أراد الله من الآيات التي قرأها، ويردد، فهو قارئ للقرآن، محقق الصلة من جهة، وهاجر من جهة أخرى وهو التدبر والتفهم. فهذا النوع الرابع. قال الخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. أمراض القلوب وأمراض الصدور علاجها في هذا الكتاب، في هذا القرآن، بل هذا أعظم ما جاء به القرآن، أن الله جعل فيه شفاء لما في الصدور ولما في القلوب، وخصوصاً أمراض الشبهات والشكوك وأمراض الشهوات والهوى، فإن الله أنزل هذا القرآن ليعالج في صدر الإنسان هذه الأمراض. فهذه خمسة أنواع للهجر، لهجر القرآن. هذه الأنواع الخمس إن جئنا وتأملنا وتدبرنا هذا القرآن ليزداد أيضاً الأمر وضوحاً وربطاً بآيات القرآن الكريم، ويتجلى لنا صور من مظاهر هجر القرآن الكريم، فإننا نجد ونحن نتأمل كتاب الله أن الإنسان يعد هاجراً للقرآن إذا لم يعرف قدر القرآن، وإذا لم يؤمن إيماناً قاطعاً يربط به على قلبه أن هذا القرآن هو المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها، وهو الطريق الذي يهدي للتي هي أقوم في سائر شؤون حياة الإنسان، وأن هذا القرآن هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، وأن هذا القرآن هو الكتاب المهيمن
على ما سبق من الكتب وما لحق من معارف البشر، وأن هذا القرآن هو المرجع للتصديق وإثبات الحق ونفي الباطل في سائر تراث الإنسانية ورسالات النبيين. فمن لم يكن كذلك فإنه يعد هاجراً للقرآن، لأن كل صورة من تلك الصور هي حقيقة قرآنية في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. ومن المظاهر أن يعد هاجراً للقرآن من لم يوقن قلبه بأن القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فالقرآن من عند الله وهو كلام الله، فصلت آياته، نزل به الروح الأمين على قلب محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ليكون من المنذرين. من لم يكن هذا موقفه من القرآن فهو هاجر للقرآن. وأيضاً يعد هاجراً للقرآن المجيد من لم يوقن قلبه وعقله بأن هذا القرآن لا ريب فيه ولا اختلاف فيه، بالحق أنزله الله وبالحق نزل، وأنه لم يدخله حرف واحد من حروف شياطين الإنس أو الجن كما قال الله عز وجل: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وأنه تمت كلماته صدقاً وعدلاً، وأنه لا مبدل لكلماته، وأن كل ما جاء به هو الحق وهو الأحسن تفسيراً وهو الأقوم في كل شيء. من لم يتعامل مع القرآن بهذه اليقينية فهو هاجر للقرآن. وأيضاً يعد هاجراً للقرآن من لم يمتلئ قلبه بحب القرآن والإيمان التام بأنه أحسن الحديث، لأن الله قال في القرآن: الله نزل أحسن الحديث كتاباً، كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ويعد هاجراً للقرآن من لا يؤمن ويوقن بأن القرآن واجب الاتباع وأن القرآن سبيل تزكية النفوس وأن القرآن هو الكتاب المبين والقرآن الحكيم وهو الفرقان الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من لم يوقن بذلك فهو هاجر للقرآن. وكذلك يعد هاجراً للقرآن من لم يتله حق تلاوته ويرتله حق ترتيله ويلتزم منهجه
ويحل حلاله ويحرم حرامه ويتبع سبيله ويتمسك بشرعته ويعتصم بحبله ويجعله مرجعيته في كل ما يأخذ وفي كل ما يدع وفي كل ما يحل وفي كل ما يحرم. من لم يكن كذلك فهو هاجر للقرآن. فهذه صور من صور الهجر لهذا القرآن العظيم. والله سبحانه وتعالى أعطى الضمان أن متبع القرآن لا يكون ضال ولا يكون شقي ولا يكون خائف ولا يكون حزين، وأن متبع القرآن سيكون نوره بين يديه يوم القيامة. أما من هجر القرآن فللقرآن موقف آخر معه يوم القيامة، وحاله في يوم العرض موقف آخر غير من أدى حق هذا القرآن العظيم. فلذلك شأن القرآن عظيم، والوقوف مع هذه الكلمة القرآنية قضية الهجر ذات شأن ولا بد من تدبرها. وينظر الإنسان إلى حاله ويراجع سابق أيامه، كيف كان حاله مع القرآن؟ وهل ما ذكره ابن القيم رحمه الله وما أشير من هذه المظاهر، هل يجد الإنسان أنه له حالة مع القرآن تشبه صورة من تلك الصور؟ إن كان كذلك فليراجع نفسه قبل فوات الأوان. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حالهم مع القرآن عظيم وعجيب، ولذلك كان يقول علي رضي الله عنه: أصحاب محمد، وما أدراك ما أصحاب محمد؟ قال: وهل أرى اليوم شيئا يشبههم؟ كانوا إذا جن الليل قاموا يتلون آيات الله، فإذا طال عليهم القيام ركعوا، فإذا طال عليهم الركوع قاموا، فإذا طال عليهم القيام سجدوا، فإذا طال عليهم السجود قاموا. قال: لهم خنين من البكاء، وإذا أصبحوا ترى في أعينهم مثل ركب المعزة، أي عيونهم منتفخة من طول السهر وكثرة البكاء. فهكذا كان يفعل فيهم القرآن، وهكذا كان القرآن حاضراً في حياتهم، وهكذا كانوا يتعاملون مع هذا القرآن العظيم. فهل كتاب الله جل جلاله الذي أكرمنا الله به والذي جعل الله فيه ذكرنا، فهل نحن نؤدي حقه؟ وهل نحن نتذكر هذه الآية في الهجر ونجتهد ألا نكون من المقصودين والداخلين فيها؟ وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهذا أمر عظيم، ولذلك مما يعينك في هذا الأمر أن تستحضر وأنت تقرأ القرآن وكأنك تناجي ربك وتكلمه
وأن تستحضر أن هذا الكتاب وكأنه رسالة من ربك وجهها إليك، فكيف تتلقى رسالة من رب العالمين من الله جل جلاله؟ هل يتلقاها الإنسان بغفلة وبسهو؟ وهل يعتبر نفسه أنه أدى الحق لرسالة جاءته من رب الكون جل جلاله؟ فالتفكر في ذلك والتدبر فيه مما يعين الإنسان على صورة من صور أداء الحق لهذا القرآن، فيقرأه بالتدبر والتأمل. كتاب الله جل جلاله فيه خبر من قبلنا، وها نحن في هذه السورة الكريمة، سورة آل عمران. الله عز وجل أخبر في آياتها عن أمة كانت قبل هذه الأمة، تتابع فيها الأنبياء، تتابع فيها الرسل، بعثهم الله عز وجل منذرين ومبشرين وداعين ومبلغين ومعلمين وتالين لما أنزله عليهم من الكتب. والله عز وجل يخبر عن ذلك، فأثبت حقيقة عظيمة، وهي أن الأنبياء والرسل حق، وأن الكتب حق، وأن الله عز وجل أرسلهم وبعثهم لينذروا أقوامهم، فتقررت هذه الحقيقة القرآنية ويتعامل معها المسلم بيقين ولا يبالي بأي تشكيك أو شبهة، لأن الله قال، لأن الله قال. فوجدنا الإخبار عن عدد من الأنبياء، فجاء ذكر آدم، وجاء ذكر نوح، وجاء ذكر الخليل إبراهيم، وجاء ذكر عيسى وموسى، وجاء ذكر يحيى، وجاء ذكر زكريا عليهم السلام. وكل هؤلاء أخبرنا الله في هذه السورة أنهم أنبياء ورسل أرسلهم الله عز وجل. فالمؤمن يؤمن ويتيقن بأن هناك رسول بعثه الله جل جلاله لأمة سبقت، اسمه إبراهيم عليه السلام، يتيقن ذلك، ويتيقن بما كان من أمته التي بعث فيها، وأن منهم من آمن ومنهم من كفر، ويتيقن بما أخبر الله عنه من العقوبة التي أنزلها على من كفر، وكذلك لبقية الأنبياء والرسل الذين ذكروا. هذا شأن المؤمن وهو يقرأ القرآن. فبنو إسرائيل هذه الأمة المنسوبة لنبي كريم ذكره الله في كتابه، وأن اسمه يعقوب، واسمه كذلك إسرائيل عليه السلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر ابنه يوسف النبي الصديق عليه الصلاة والسلام، فيقول هو الكريم
ابن الكريم، ابن الكريم، ابن خليل الله إبراهيم عليه السلام. فيوسف نبي، ابن نبي، وهو يعقوب، وهو إسرائيل، وإسرائيل بمعنى عبد الله أو صفوة الله، والله عز وجل بشر خليله إبراهيم به، وبشر زوجه سارة به، فبشرهما وهما في تلك المرحلة من الكبر وبعد مرور السنين من زواجهما، وأصبح الخليل شيخا، وأنها امرأة عجوز عقيم، فيبشرها الله بأن تلد. ولذلك قالت: أألد وأنا عجوز عقيم وهذا بعلي شيخا؟ فبشرهما الله عز وجل بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، أي ليس فقط الولد، بل سيمد الله في عمر الخليل عليه السلام وزوجه سارة حتى يكبر ابنهما إسحاق ويتزوج ويولد له يعقوب، وأن الخليل إبراهيم سيرى حفيده وكذلك سارة. والجد نبي، والابن نبي، والحفيد نبي، وابن الحفيد نبي. فالله عز وجل يخبر عن ذلك في كتابه ليبين الارتباط بين الأنبياء، وإيمان بعضهم ببعض، وثناء بعضهم على بعض، وتصديق بعضهم لبعض، وليخبر بأن هناك من آمن بهم، وأن المؤمنين بهؤلاء الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم وصفهم الإيمان، وسكناهم الجنان، والعلاقة بينهم الأخوة في الدين. هذا الرابط بهذه السورة القرآن يكرره، وأن الكتب، فصحف إبراهيم أنزلها الله على خليله، والتوراة أنزلها الله على كليمه، والإنجيل أنزله الله على روح القدس، والزبور أنزله الله على داود، وكلها كتب هدى وجاءت بالهدى، وبلغها الأنبياء لأقوامهم، وبالكتب دعوا إلى الله، ومن آمن منهم بذلك فهم من أهل الجنة. وهذا ما نجده في القرآن. ومن كفر بخليل الله إبراهيم فهو في النار، ومن كفر بموسى فهو في النار، ومن كفر بعيسى فهو في النار، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو في النار. وهذا ما نجده في القرآن، في كتاب الله عز وجل. وهذا ما وقفنا معه في درسنا الماضي في قول الله عز وجل: ليسوا سواء، ليسوا على طريق واحد، من بعث فيهم الأنبياء والرسل. فبنو إسرائيل، إذا عرفنا النسبة فهي نسبة إلى نبي، بل إن ذكر إسرائيل في القرآن ونسبة قومه إليه
أكثر من النسبة لليهود لهذه الكلمة، إذ وردت كلمة إسرائيل في القرآن في 42 موضعاً من كتاب الله، ووردت كلمة اليهود في 10 مواضع، وكلمة هوداً في 8 مواضع، أي ما ارتبط باليهود وهوداً في 18 موضع. فإذن هذا نجده في كتاب الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى بيّن هذا في كتابه، بيّن شأن من آمن وشأن من كفر، وفصل ذلك تفصيلا، وبيّن ذلك بيانا واضحا. والمؤمن يقف مع كتاب ربه مع ذلك كله ويتلقى عن الله، ولذلك هذا القرآن هو مرجع الحق، هو مرجع الصدق، هو الذي يحدثنا عن بني إسرائيل وعن حالهم وعن أنواع موقفهم مع رسلهم وأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. ووجدنا فيما هو أكثر من نصف سورة آل عمران هو حديث عن بني إسرائيل وإخبار من الله جل جلاله عن ذلك. فإذن هذا هو مصدر الصدق والحق واليقين، ونتعامل معه بهذه المعاني العظيمة وهذا التصور العظيم. والآية التي نقف معها، السياق متصل مع الآيات التي قبلها، وليس الشروع في سياق جديد، فما زال الحديث عن بني إسرائيل، وبقيت 4 آيات، ثم ينتقل السياق في هذه السورة إلى موقف آخر، إلى غزوة أحد، حيث صراع المؤمنين مع رسولهم صلى الله عليه وسلم في مقابل كفار قريش. وهذا من قول الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. أما الآية التي نقف معها وهي مرتبطة بما قبلها من السياق، قول الله عز وجل: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما قال ليسوا سواء، وأخبر عن فئة من المؤمنين في الآية التي سبقت هذه، فقال الله عز وجل: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. سواء قلنا أن المقصود بهؤلاء من آمن بالأنبياء الذين سبقوا كموسى عليه السلام وداود وسليمان، أو قلنا من آمن من هؤلاء بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن سلام وزيد بن سعنة ومخيريق وغيرهم من يهود المدينة الذين أسلموا
وصدقوا في إسلامهم ونالوا الأجر مرتين، والله عز وجل يعدهم بهذا الوعد العظيم: وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. ليسوا سواء، فهذه الآن فئة منهم. طيب الفئة الثانية يخبر الله عز وجل عنها بقوله: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. إذن هذه الفئة الثانية منهم، ولهذا يكون الأظهر هنا في المراد بقوله عز وجل إن الذين كفروا المقصود الفئة الثانية من بني إسرائيل، وهم الذين كفروا، ولذلك من المفسرين من قال هم قريظة والنظير، بنو قريظة وبنو النظير، ومن المفسرين من أخذ بمطلق اللفظة فقال إن الذين كفروا المقصود بهم كل من كفر من اليهود أو من مشركي العرب أو ممن كفر بالله. فيقول الله عز وجل إن الذين كفروا، تضمنت الآية وعيد من الله عز وجل لتلك الأمة الفاسقة الكافرة، وهذه أوصاف ذكرها الله كما مر معنا في الآيات السابقة، فوصفهم بالفسق ووصفهم بالكفر ووصفهم بالمحرفين للوحي ولكلام الله ووصفهم بقتلة الأنبياء ووصفهم بالصادين عن دين الله ووصفهم بالمستهزئين بعباد الله. فهذه الآية تضمنت وعيداً شديداً من الله عز وجل لهذه الأمة الفاسقة الكافرة التي وصفها الله عز وجل بهذه الأوصاف من أهل الكتاب. فالذي أخبر بأوصافهم هو الله، والذي أخبر بأنهم باءوا بغضب من الله هو الله، هو الله جل جلاله، وأنهم زادوا الأمر بكفرهم برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بكفرهم برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين كفروا، يقول الله جل جلاله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. هذا السياق وجدنا له نظائر في القرآن، فهو كقوله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو أيضا كقوله سبحانه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، وهو أيضا كقوله عز وجل إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا
ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وهو أيضاً كقوله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. إذن ما ذكره الله عز وجل هنا في هذه الآية فهو كقوله سبحانه وتعالى في تلك الآيات التي أشرت إليها: إن الذين كفروا، يقول الله، لن تغني. الله عز وجل هو الغني، الله عز وجل هو الغني سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فالله عز وجل هو الغني، فلا يعجزه شيء ولا تجوز عليه الحاجة، لأنه الغني، الغني لا يعجزه شيء. والغنى وصف ذاتي لله، والفقر وصف ذاتي لكل أحد سواه، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول: والفقر وصف ذات لي أبدا، كما أن الغنى وصف له ذاتي. والوصف الذاتي غير الوصف العارض، فالفقر وصف ذاتي للإنسان لا ينفك عنه الإنسان. الإنسان فقير وعنده مال، والإنسان فقير وهو لا يملك مال، والله عز وجل هو الغني بكل حال وفي كل زمان. الله هو الغني جل جلال. فيقول الله: لن تغني عنهم أموالهم. أغنى عنه، يقال أغنى عنه إذا دفع عنه ضرراً لولاه لنزل به، أي لولا ذلك الشيء لنزل به ذلك الضرر. وأغنى بمعنى كفاه أيضاً. فهل المراد لن تغني بالمعنى الأول بأنها لن تدفع عنهم الضرر، أو بمعنى أنها لن تحقق لهم أي صورة من صور الكفاية في تحقيق منفعة لهم؟ فمن المفسرين من قال بالأول، ويكون المعنى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، أي لن تدفع أموالهم ولا أولادهم يوم القيامة، لن تدفع عنهم عذاب الله، بل هو نازل بهم، فهو نازل بهم وواقع عليهم، ولن يجدوا في الأموال والأولاد مانعاً وحاجزاً من نزول عذاب الله عز وجل عليهم. لن تغني، لن تدفع أمواله. وعلى القول الثاني أنه لا تجدي عليهم أموالهم وأولادهم شيئاً من ثواب الله، يأتون بكفرهم ومعهم أموال وأولاد، فهل الأموال والأولاد ستجلب لهم ثواباً عله
أن يكون بسببه تنالهم رحمة الله، فيقول الله لن تغني عنهم، لن تجدي ولن تحقق لهم كفاية في ثواب وجزاء بسببها، لن يكون ذلك لهم، لن يكون ذلك لهم. واضح؟ إذن لن تغني، إذا أخذناها على المعنى الأول لن تدفع عنهم عقوبة الله، وإذا أخذناها على الثاني فالمعنى لا تجدي عليهم شيئا من حصول ثواب ومن حصول أجر بسببهم. لماذا؟ لأن عندهم عمل أحبط كل شيء. ما هو ذلك العمل؟ إن الذين كفروا، كفرهم بالله. ولذلك ليس بعد الكفر ذنب، فهم قد فعلوا أعظم جرم وهو الكفر بالله جل جلال، الذي به من لقي الله لا ينفعه بين يدي الله ما عمل من العمل. ولذلك ليس إنجاز أن الإنسان يكون له من الأولاد والأموال ولا يكون له عمل صالح، ليس إنجاز ولا يعد إنجاز. والدليل هذه الآية، والدليل قول الله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. هذه التي تحقق لكم هذه المنفعة. فالولد الصالح يكون إنجاز بسبب صلاحه، أما إن لم يكن كذلك فلا. والمال إذا لم يكن مالا صالحا فيكون حطب جهنم ويحمى به جسد صاحبه، فهذا أمر لا بد من وعيه، وهو من حقائق هذا الكتاب العظيم، وهذا شأن المؤمن. ولذلك الله يخبر في الآية التي بعدها: مثل ما ينفقون أموال في أيديهم وأنفقوها فإذا جاءوا يوم القيامة ماذا قال الله؟ وقد يكون تلك الأموال أطعموا بها وفعلوا بها، لكنهم فقدوا أصل الأمر وهو الإيمان بالله، فيقول الله: عما فعلوه في أموالهم كمثل ريح. وسيأتينا بعد ذلك الأمثال، ونقف مع هذا المثل بمشيئة الله عز وجل. فإذا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. ففي الأموال الفدية، وفي الأولاد النصرة، وهكذا يفعل أهل الدنيا. فالإنسان إن نزلت به النازلة يفتدي بماله، وإن نزلت به النازلة ينتصر بولده. ففي الأولاد النصرة، وفي المال الفدية، وهم قد كانوا يقولون كما ذكر الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم: وهم فمنهم من كان يقول لو كان محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه، وهو رسول الله والله حق، لكنهم قالوا
لو كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان فقيرا، لا أغناه الله. ويرون أنهم خير من، لأنهم ملكوا المال وعندهم العيال، وقالوا هو لا مال عنده ولا ولد. فالله عز وجل هنا يخبر أن هذه الأموال التي يملكها من كفر بالله لن تغني عنهم إذا جاءوا يوم القيامة، لن تدفع عنهم العقوبة ولن تحقق لهم منفعة، لن تحقق لهم منفعة. فإذا هذه الأموال والأولاد، الأموال والأولاد لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وكلمة شيئا جاءت منكرة لتعطي الدلالة على التقليل، لن تغني شيئا على المعنى الأول، لن تدفع عنهم من العقوبة ولا أقل شيء، وعلى المعنى الثاني لن تنفعهم ولن تحقق لهم في المثوبة ولا أي شيء. إذن لن تدفع عنهم مما قضى الله وحكم بأن ينزل عليهم من العذاب في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة، فإن ما عندهم من الأموال والأولاد وما كان عندهم لن يدفع عنهم أي شيء من العقوبة، وكذلك لن يحقق لهم أي شيء من المثوبة. فإذا لا في جانب الدفع ولا في جانب النفع، لا في جانب الدفع ولا في جانب النفع، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. فإذا جردوا من الناصر والنافع، إذا جردوا من الدافع والنافع، فيقول الله عز وجل: ولك أن تتخيل أن هذا الإنسان الذي كان في الدنيا يتقوى بماله وجاهه أو يتقوى بولده، وإذا به يوم القيامة مجرداً من كل ذلك، فيقول الله عز وجل: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحابها، هذه الإضافة إضافة تخصيص تقتضي ثبوت تلك الصحبة وعدم المفارقة وديمومتها. أصحابها إضافة تخصيص تقتضي ثبوت ذلك لهم، مصاحبة النار والاستدامة فيها، وأنهم لا يفارقونها ولا تفارقهم، فجعلهم الله عز وجل أهلها الذين لا يخرجون منها ولا يفارقونها. أولئك أي هؤلاء الذين كفروا، وكفروا نتذكر كما قلت الأوصاف التي سبق إخبار الله عز وجل وإطلاقها على من كفر من بني إسرائيل، على من كفر من بني إسرائيل: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهم في النار
خالدون أي مخلدون. ولذلك لاحظوا هذا التأكيد العجيب الذي جاء بإن وبأنهم أصحاب النار وهم لا غيرهم فيها أي في النار خالدون. فهذه بمجموع هذه الأمور إذن يتبين أن هؤلاء سيكون مآلهم إلى النار دواماً واستقراراً لا خروج لهم منها. والفائدة العظيمة التي أشار لها بعض المفسرين وهي التي تعنينا، ماذا قال؟ يقول فيها التنبيه للمسلمين أن يكونوا مسلمين حقا إيمانا وعملا واستقامة واستعدادا حتى يحقق الله عز وجل وعده لهم وتصدق لهم البشرى. إذا رأينا هؤلاء الذين يقولون أنهم أهل كتاب ووقعوا في الكفر، فكيف الله عز وجل عاملهم؟ فإذا انتبهوا يا أهل الإسلام أن تكونوا مثلهم وأن تفعلوا مثلهم، فاثبتوا على هذا الدين والأمر تصديق بالكتاب وبالرسول. ونسأل الله الثبات والهدى.